خلينا نروح نتكلم برضو ازاي شايف السلبيات لحد هذه اللحظه. انا بتكلم عن فريقنا. ما انا بتكلم النادي الاهلي السلبيات من وجهه نظري مش في الدوري يعني عموما مش بقيه لا ما هي في الدوري في الفتره دي خلينا نتكلم في الدوري لان هي النادي الاهلي ما فيش ارتباطات افريقيه دلوقتي او لا اقصد مش بقيه الفرق الفريق النادي الاهلي ما انا بتكلم ايه السلبيات ايه المشاكل ايه اللي انت كنت مش حابب ان انت تشوفه وحصل على سبيل المثال بالنسبه لي في اخر يعني في ماتش الزمالك وفي ماتش المحله انا كفريق بطل لافريقيا وبطل للدوري الممتاز او ومرشح المرشح الاول والاوفر حظا في بطوله الدوري الممتاز في لقاءين يخش فيا 5 اهداف من اخطاء فرديه خلينا نتفق برضو لان هي اخطاء فرديه لكن ما ينفعش انا النادي الاهلي اكون كسبان المحله مثلا 2-0 وارجع اتعادل المفروض بعد ما اكون متقدم 2-0 المفروض اللقاء بيتسهل عليا واقدر اضيف الثالث وادوس زي ما عملت في ماتش الزمالك انا في ماتش الزمالك 3-0 لا بدوس كمان واجيب 1 و2 و3 و4 احنا الاعلى احرازا للاهداف الاهلي بس هو فعلا دخل فينا ما هو انا مش يعني ممكن لو في ماتش المحلي لو كره معلول ما جاتش انا اللي خسرت نفسي نفسي نقطتين لا انا ما ينفعش انا لازم في اللقاءات دي برضو احاول احسنها بكل الطرق من البدايه لان زي ما عمل مستر موسيماني في مباراه الزمالك ما اكتفاش بالهدف او بعد الهدف حصل تراجع زي ما كان بيحصل الفتره اللي فاتت واتكلمنا على السلبيه دي هنا طبعا. ان كان مستر موسيماني السنه اللي فاتت بعد احراز الهدف الاول كان بيحصل تراجع بشكل رهيب لا النادي الاهلي طول عمره لما بيحس الفرقه اللي قدامه انت بلغه الكره راكب الجيم لا بدوس وبخلص اللقاء بيخلص اللقاء في تلت ساعه نص ساعه وبيديك اريحيه في ماتش الاسماعيلي عمل كده في نص ساعه في 10 دقائق اعتقد الماتش خلص بنسبه كبيره ماتش الزمالك في 10 دقائق الماتش خلص فهي كده يعني لازم طول ما انت واقف على رجلك والتوفيق معاك والكره مطوعاك لازم ادوس على اللقاء وادوس على الفرقه اللي قدامي بشكل كبير جدا واخلص اللقاء بدري.